لو خيروك بين الموبايل أو السيارة ماذا تختار؟ سؤال وجهناه إلى الشباب والفتيات، فماذا كانت الإجابات؟ تليفون كل شيء فيه، كل شيء مثل الأخبار كل شيء بالتليفون. سيارة في سيارة غيرها. أنا نفسي أتنازل عن سيارتي مقابل الموبايل، لأن الموبايل أقدر أسوي احتياجاتي كلها فيه بشكل يومي، بس السيارة ممكن في وسيلة ثانية خل أحد يوصلني أو شيء، بس أنا هذا تواصل ويا العالم. سيارتي أتنازل عنها، موبايلي أهم، بس هو أصلا حياتي كلها. سيارتي أتخلى عن سيارتي، لأن كل مكان وياي، كل مكان وياي، ما تخلى عنه.